مساء الخير طالباتي في ثانوية عشتار الأهلية للبنات، وياكم الست آلاء باسم مدرسة الأحياء للصف الثالث المتوسط. اليوم محاضرتنا المحاضرة الثالثة بالفصل الأول، نبتدأ بالأنسجة الطلائية الطبقية. الأنسجة الطلائية الطبقية، طبعا احنا درسنا الأنسجة الطلائية وأنواعها، تعرفنا انه بيها نوعين. الأنسجة الطلائية البسيطة اللي مكونة من صف واحد من الخلايا، والنوع الثاني الأنسجة الطلائية الطبقية اللي ذكرنا عنها بالمحاضرة السابقة انه مكونة من صفين او اكثر من الخلايا. فرح نجي على الأنسجة الطلائية الطبقية ونتعرف على أنواعها بالتفصيل. تصنف الأنسجة الطلائية الطبقية للأنواع التالية: أول نوع الطبقي الحرشفي، يعني النسيج الطلائي الطبقي الحرشفي، هذه صورته موضحة أمامكم. النسيج الطلائي الطبقي المكعب، النسيج الطلائي الطبقي العمودي النوع الثالث هذا. أما النوع الرابع والأخير هو الانتقالي. نأخذ النوع الأول من الأنسجة الطلائية الطبقية اللي هو النسيج الطلائي الطبقي الحرشفي، هذه صورته أمامنا. مواصفاته أو مميزاته: الطبقة القاعدية منه مكعبة أو عمودية ثم تصبح حرشفية عند السطح. لو نلاحظ أمامنا الطبقة السفلى القاعدية شكلها شكل الخلايا بها تكون أما مكعبة شكل مكعب أو عمودي. بعدين لما ننتقل للسطح شكل الخلايا حيتغير، حيصير حرشفي. لذلك اعتمادا على شكل الخلايا في الطبقة السطحية أو العليا أو الخارجية تمت تسمية النسيج. فبما أنه الخلايا السطحية شكلها حرشفي أطلق عليه اسم النسيج الطبقي الحرشفي. زين، حنشوف وين موقعه، وين موجود بالجسم. يوجد في الطبقة المولدة للجلد، هذا الموقع. النوع الثاني النسيج الطلائي الطبقي المكعب، مواصفاته: الطبقة الخارجية منه هي خلايا مكعبة. لو لاحظ أمامنا بالصورة أنه الطبقة العليا من الخلايا الصف الأعلى شكلها مكعب الشكل، لذلك أطلق عليه اسم الطبقي المكعب. موقعه يوجد في بطانة الغدد العرقية. فإذا أجى السؤال ما نوع النسيج الموجود في بطانة الغدد العرقية؟ الجواب: نسيج طلائي طبقي مكعب. طالباتي، هسه راح ناخذ النوع الثالث من الأنسجة الطلائية الطبقية اللي هو النسيج الطلائي الطبقي العمودي. نشوف صورته، طبعا واضحة صورته أمامكم، تكون خلاياه مرتبة عموديا. لو نلاحظ شكل الخلايا وترتيبها بشكل عمودي، لذلك سمي بالطبقي العمودي. زين، موقع وين موجود؟ يوجد في بطانة البلعوم. النوع الرابع والأخير من الأنسجة الطلائية الطبقية هو الانتقالي. انتقالي هذه صورته واضحة أمامنا. حناخذ مواصفاته: خلاياه مرتبة بصورة تسمح له بالتمدد جانبيا، يعني ترتيب الخلايا داخل النسيج الانتقالي يسمح لها أنه تتمدد إلى الجوانب. موقعه يوجد في جدار المثانة. فالسؤال إذا إجانا ما نوع النسيج الموجود في جدار المثانة؟
الجواب نسيج انتقالي. بعد ما درسنا الأنسجة الطلائية وصنفناها إلى بسيطة وطبقية وتعرفنا على كل نوع من أنواعها، راح نجي على النوع الثاني من الأنسجة الجسمية اللي هي الأنسجة الرابطة. الأنسجة الرابطة وظيفتها بالجسم تقوم بإسناد أجزاء الجسم وربطها مع بعضها البعض، لذلك سميت بالرابطة لأن وظيفتها إسناد الأجزاء الجسمية وربطها مع بعضها. حنجي السؤال عندنا، اذكر صفات أو مميزات الأنسجة الرابطة. الجواب، تحتوي على كمية كبيرة من المادة بين خلوية على عكس الأنسجة الطلائية التي تكون فيها المادة قليلة جدا. بالمحاضرة السابقة عرفنا أنه الأنسجة الطلائية تكون كمية المادة البين خلوية قليلة، هنا نعكسها بالأنسجة الرابطة، كمية المادة بين خلوية تكون كبيرة، فهذا ينفع يكون جواب للمقارنة بين الأنسجة الطلائية والأنسجة الرابطة. عندنا السؤال، عدد عناصر، انتبهوا على كلمة عناصر، النسيج الرابط أو يجينا بصيغة ثانية، يتكون النسيج الرابط من ثلاث عناصر رئيسية هي فراغ وفراغ وفراغ، يعني هذا السؤال يجيب صيغتين، أما تعداد أو فراغات. الجواب واحد، شنو أولا الخلايا، ثانيا الألياف، ثالثا المادة الأساس. تم تقسيم النسيج الرابط أو الأنسجة الرابطة، قسموها ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع. النوع الأول الأنسجة الرابطة الأصيلة، النوع الثاني الأنسجة الرابطة الهيكلية، أما النوع الثالث والأخير النسيج الرابط الخاص. هذه أنواع أو تقسيمات الأنسجة الرابطة. هنتعرف على الأنسجة الرابطة وأنواعها بالتفصيل. الأنسجة الرابطة أول نوع اللي هي الرابطة الأصيلة، تضم أولا النسيج الشحمي، ثانيا النسيج الرابط المطاطي في الأربطة العضلية. إذن هنا حصلنا معلومة أن النسيج الرابط المطاطي موقعه بالأربطة العضلية. النوع الثاني من الأنسجة الرابطة اللي هو الأنسجة الرابطة الهيكلية، تضم أولا الغضاريف، ثانيا العظام، ثالثا النسيج الرابط الخاص اللي هو يشمل الدم واللنف ومكوناتهما. نسيج رابط خاص يتكون من البلازما والكريات الدموية. فإذا جانا السؤال يشمل النسيج الرابط الخاص فراغ وفراغ، الجواب راح يكون بلازما وكريات دموية. طالباتي بنهاية محاضرتنا عندنا أسئلة مطلوب حلها كواجب، هذه الأسئلة طبعا تشمل أسئلة وزارية. السؤال الأول، ما الفرق بين النسيج الطلائي والرابط؟ السؤال الثاني، ما نوع النسيج الموجود في كل مما يأتي؟ أولا جدار المثانة، ثانيا الطبقة المولدة للجلد، ثالثا بطانة البلعوم. السؤال الثالث، املأ الفراغات بما يناسبها. أولا تضم الأنسجة الرابطة الهيكلية فراغ وفراغ، ثانيا يوجد النسيج الرابط المطاطي في فراغ موقعه، ثالثا النسيج الرابط الخاص يتكون من فراغ وفراغ، أما رابعا والأخير فهو النسيج الرابط يتكون من ثلاث عناصر رئيسية. ثلاث عناصر، ركزوا لي على كلمة عناصر رئيسية، هي فراغ وفراغ وفراغ. نهاية محاضرتي، أشكر حضوركم وحسن استماعكم، أتمنى لكم التوفيق، نلتقي إن شاء الله في المحاضرة القادمة، في أمان الله ورعايته.